نلعبوا مزيان ما نلعبوش مزيان، هذه غير الكلام ديال الخواف بحال اللي كنقول. يعني المهمه هي نكونوا في فينال. شفتي مور بالوزداد كانت بزاف الهضره، في الاخر حنا اللي لعبنا الدومي فينال وحنا اللي مازال في الدومي فينال. ان كومبيتيسيون بحال الشامبيونز ليغ خصك تعذب، وبان لي مازال غدا غنتعذبوا، خصنا نكونوا موجودين في هذا الشيء. الدراري موجودين، حتى واحد ما كيقول في راسو هو في فينال. كتعرفوني دابا شحال انا كندرب هنا في المغرب، كتعرفوا لا مونتاليتي ديالي. ولا يسحبكم غنقول الدراري حنا في فينال، ولا يسحبكم غنخليهم يفكروا مي هما في الفينال. احنا دخلنا البارح كونسونطراسيون ديجا، واللاعبين عارفين شنو كيتابعنا. بحال اللي قلت من الاول، باش ما نطولوش ديما نفس الهضره، حنا مكونسونطري باش ندوزو، غنحترموا هاد بيترو. حنا مازال ما حنا في فينال، حنا غنتكونسونطرا باش نديرو ان غون ماتش، ولا نقدروا نديرو ان غون ماتش، ولا نقدروا نربحو هاد الماتش. حيت اللي كيهمنا هي لا كاليفيكاسيون على غدا. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24، عيونكم التي لا تنام.